وربنا عز وجل بيقول في لما قال للسيدة مريم بنت عمران، قال وهزي إليك بجذع النخلة لتساقط عليك رطبا رطبا غنيا. غنيا. رطبا غنيا. فربنا عز وجل اما نيجي نشوف الحكمة من وجود تمر، والحكمة من اما نشوف التمر بيعمل ايه مع الست الحامل، خاصة في اخر 3 شهور. في اخر 3 شهور التمر فيه مواد بتشبه مواد الاكسيوتوسين. الاكسيوتوسين دي مادة بتنظم الطلق بتاع الحامل، فيفضل ان احنا بنستخدم ما ناخدش منه بكثره الا في اخر ثلاث ايه ثلاث ثلاث شهور مثلا من الحمل. هينظم الطلق، هيساعد في وقت الـ وقت الـ وقت الـ وقت الولاده ان هو ايه بيتسع عنق الرحم، هيساعد ان هو ايه بينظم عمليه حتى الاوعيه الدمويه ماشي. بعد حتى بعد الولاده كمان بيعمل انقباض للاوعيه الدمويه، ويعمل كمان ايه يوقف شويه نزيف الدم اللي بيبقى موجود. فسبحان الله سبحان الله. سبحان الله، يعني ان هو له 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 عامل كبير جدا حتى في ايه في الحمل. فلان هو اوريدي الاكسيتوسين دون من الهرمونات اللي هو بتفرز اوريدي من الغده اللي في الجسم. فهو سبحان الله حاجه طبيعيه بتساعد كمان ان هي ايه بتنظم عمليه الطلق، ومن غير اي مواد صناعيه ولا اي حاجه. فسبحان الله، غير الفوائد الكبيره اللي فيه، غير ان هو اصلا برضو بيساعد على ان هو في مواد بيعمل انقباض للالياف العضليه اللي حوالين ثدي المراه، فيقوم يعمل ادرار للبن. فسبحان الملك، سبحان الملك الله. اللي هو جاب لنا حاجه طبيعيه بتخلينا نعمل للمراه وحتى بتفيدها في 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 اخر اخر شهور الحمل. فاحنا برضو بننصح جميع المشاهدين ان برضو كمان السيدات بتاع انهم بلاش اول فتره في الحمل، ان هو ممكن ايه يعمل زي طلق مبكر او كده. فاحنا لو اخر 3 شهور في الحمل بيبقى جميل جدا جدا جدا، وهيساعدهم جدا.